احيانا الاعلام الرياضي كاد يتسبب في مشاكل دبلوماسيه بين البلدان. الرياضه خليها رياضه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير. معكم السماعي. وزير الاعلام الجزائري جاء الاعلام الرياضي من الاخر، الرياضه الرياضه والسياسه السياسه. تفرج في هذا الفيديو هذا، اقسم بالله تحيه للسيد هذا بزاف. المواطنين هم يكتبوا لاحظوا انه فيه ما يمكن تسميته بين مزدوجتين انفلات في الاعلام الرياضي، خاصه القنوات مدعوه الى الالتزام اكثر من غيرها، يعني بادبيات واخلاقيات المهنه اكثر من غيرها، والمتدخلين سواء كانوا اعلاميين او ضيوف معنيين يعني بضبط، على الاقل ضبط اللسان، يعني اختيار كلمات، انتقاء الكلمات. والاعلام سلاح، اذا سمحت لنفسك لانك عندك سلاح الاعلام تقتل الناس، لازم تسمح للاخرين يقتلوك. استعملوا بطريقه سلبيه لعبه وانتهت. دينا كاس افريقيا في 2019 ولينا المانيا في التطور والازدهار، وخرجنا في كوت ديفوار وما حناش كاس العالم. واش رانا؟ واش رانا حتى حاجه. اللعبه تقعد لعبه، لازم نفرق بين اللعبه وبين المجتمع وبين العمل السياسي وبين التطور الاقتصادي والنمو والرفاه الاجتماعي لبلادنا. اما خسرنا في مباراه بين ناديين ولا فريق وطني رجعوها قضيه وطنيه ونقصوا صباح مساء قلوب وعقول المواطنين ونحبط من المعنويات تاعهم، هذا من قومي مستهدف بشكل يعني ما فيش نقاش. اذا الاعلام الرياضي مدعو انه ياخذ يتنبه لمثل هذه القضايا ومثل هذه المعالجات. احيانا الاعلام الرياضي كاد يتسبب في مشاكل دبلوماسيه بين البلدان. الرياضه خليها رياضه، وانت مختص في الاعلام الرياضي، ليه في الاعلام الرياضي؟ ما هي مبررات انك تتحول من الاعلام الرياضي الى العلاقات الدوليه؟ ما هي مبررات تستهدف دول؟ تحيه للسيد هذا بزاف. وزير الاعلام الجزائري قال بالفم ديالو كفى من الانحطاط في الاعلام الرسمي الرياضي الجزائري، الرياضه رياضه والسياسه سياسه. واخا ان جاء تدخل متاخر بزاف بزاف بزاف، كان يكون نورمال مقدم كاس افريقيا، كانوا بزاف ان القنوات الرياضيه الجزائريه كيحاولوا كيهاجموا اي دوله كيلعبوا ضدها وكينقصوا منها وكيسبوا مشاحنات، كيسبوا بالفتنه بين الشعوب. هذا التعليق اللي دار بصح. تخيل ان قناه رياضيه كتجي وكتسب المغرب، كتسب الشعب المغربي وكتجي تسب، تقول لك المخزن وتقول لك التطبيع وتقول لك اليهود وتقول لك، ما علاقه الرياضه بالسياسه؟ السياسه سياسه والرياضه رياضه. المشكل ماشي هنا، المشكل الكبير هو ان ذاك الاعلام كيبث السم في العقول ديال الشباب الجزائريين. وقال واحد 2019 داو كاس افريقيا، في 2019 ما كاينش شي مغربي ما خرجش للشوارع واحتفل بالفوز ديال المنتخب الجزائري بكاس افريقيا. كلنا شجعنا الجزائر، كنا بغيناها في الفينال دي كاس افريقيا، وكاين لي بروف وكاين لي فيديو ديال المغاربه كيشجعوا الجزائر. من بعد الاعلام الجزائري تحول للمنهجيه اللي هي ان عارف الرياضه كيتبعوها الشباب، عارفين الرياضه كلشي كيتفرج فيها وكلشي، بالاخص كره القدم كيف ما قال هضره زوينه، ان فقط مباراه لعبتي مع بلد ولا مع بلد وخسرتي معاه واجي سالينا، لعبتي فريق ولا منتخب سالينا حدات ما في 90 دقيقة. أما ما هو من بعد أنك تشوف الدرابو ديال المغرب كيتحرق وتشوف أن التول ديال المغرب لبسين القرد ويقول كل بنان، وتشوف هذا المستوى المنحط اللي وصل ليه الشباب الجزائري باش أن يسبونا. حنا شجعنا منتخب موريتاني، منتخب موريتاني فهي دولة عربية شقيقة، حنا حرين. واش موريتانيين أن نتوما ماشي عرب؟ ما رديتوش نتوما أن موريتانيا تربحكم ورخزو كتنقصوا منها وكتستهزؤوا بها، وعلى أساس أن هما فريق دون مستوى ماشي بلد اللي عنده واحد القيمة في القارة الإفريقية. هادشي كامل كيبقى نقطة على جانب. أما المهم، المهم أن الصحافة الرياضية خاصة تدخل سوق راسة وتخليها في التحليل الرياضي، وحتى المتدخلين اللي كيجيبو هما يستقبلوهم تما كيجيو بمنطلق وفكر سياسي أكثر ما هو رياضي.